هلا بالنسبة للأكتويترز، إذا بتتذكروا في البداية حكينا الأكتويتر مكون بشكل عام، راح يكون الأكتويتر as a component of a mechatronic system راح يكون مكون من ثلاث أقسام. عندنا بشكل رئيسي لازم يكون عندنا محرك أو linear actuator بشكل أساسي. هلا قبله راح يكون في عندي، ممكن يكون عندي optional، يكون عندي variable speed drive، وبعده ممكن يكون عندي mechanical drive أو mechanical interface. عمليا هذول الثلاثة هم بشكل actuator. عندنا اي اكتويتر راح يكون مكون، هلا هذول الاثنين اوبشنال، مش شرط كل سيستم يكون موجودين فيه حسب الحاجه. هون عندي مش شرط دائما يكون عندي، وهذا دائما لازم يكون موجود. راح نلاحظ باي سيستم، باي ميكاترونيك سيستم راح يكون عندنا موجودين هذول الثلاثه بشكل رئيسي، لازم يكون موجود هاد، ممكن يكونوا هذول الاثنين موجودين. إذا لو اطلعنا على المحركات، خلينا نطلع أول شيء على أنواع المحركات. شو أنواع المحركات اللي ممكن أختارها؟ ممكن يكون عندي AC إندكشن، هذول طبعا الروتر، روتري موتورز. في عندي لينير طبعا، هون لينير أكتويترز، أنا بحكي هون عن الروتري أكتويترز. في كلاس من الروتري أكتويترز راح يكون، يعني إذا بدي أقسم الأكتويترز رح أقسمها لروتري ولينير. هذا طبعاً أحد التقسيمات الأساسية. بعض الأكتويترز رح يكون روتري دورانية، وبعض الأكتويترز رح يكون لينير. كمان بالميثود أوف أوبريشن، بالميثود أوف أوبريشن ممكن يكون عندي غالبيتهم الكترومغناطيك، اللي هي المحركات اللي احنا بنعرفها الالكتريكال ماشينري، غالبيتهم راح يكونوا الكترومغناطيك، لكن ممكن يكون كمان عندي نيوماتيك او هيدروليك، وممكن يكون عندنا بيزو الكتريك او ماجنتوستريكتيف. هاي بتصير تكنولوجيز مختلفة. عادة هدول بكون ستروك تبعهم محدود، ستروك تبعهم بكون قليل جدا، بيزو الكتريك او ماجنتوستريكتيف، بكون عندي ستروك قليل قليل جدا، يعني ممكن يكون بالمليمترات او اجزاء المليمترات. الالكتروماجنتيك اللي احنا بنعرفه، اللي هو يعني اللي منتشرين بشكل عام، اللي هو الـ AC Induction Motor، DC Motor، كل الأنواع هاي المختلفة الموجودة هون. نيوماتيك وهيدروليك اللي بكون يا بيمشي رئوي يا هيدروليك. إذن هذا عندي هون تقسيم. وهذا عندي كمان تقسيم. إذن الروتر اكتويترز، لينير اكتويترز، ميثود اوف اوبريشن، الكتروماجنتيك. هلا لو جينا اطلعنا على روتري الكتروماجنتيك موتورز، ممكن يكون عندنا دي سي موتور. الدي سي موتور بتقسم لانواع، ممكن يكون بيرمننت ماجنت، يكون الكترومغنت، يعني الفيلد بيرمننت ماجنت فيلد او الكترومغنت فيلد. بيرمننت ماجنت يعني ما بدي اكسايتيشن له، ما بديش انا اجيب مصدر اكسايتيشن خارجي. ما احنا دائما حتى يتكون عندي فورس حسب قاعده اليد اليسرى، حتى يتكون عندي فورس
او تورك في محرك ايش لازم تكون عندي؟ عندنا لازم يكون في ماجنتيك فلكس دنسيتي مضبوط دي، ولازم يكون عندي كرنت راح يتكون على عمودي على السطح تبعهم فورس. اذا لازم يكون عندي في المحرك ماجنتيك فيلد او ماجنتيك فلكس مضبوط. هذا الماجنتيك فلكس ممكن يكون بيرمننت ماجنت وممكن يتكون من الكتروماجنت. كمان الدي سي موتورز بتقسموا لبرشت وبرشلس. هذا بالنسبة ل هذا كله عن الدي سي موتور. إذا بالنسبة للدي سي موتورز بيرمننت ماجنت، هلا راح أحكي بعدين عن الأدفانتجز والديسأدفانتجز لكل واحد، بس إحنا بدنا نعرف إيش الأوبشنز اللي موجودة عندنا حتى نختار. إحنا عم نحكي هون لو أنا بدي أستخدم أكتويتر روتري إلكتروماجنتيك أكتويتر، هاي الأوبشنز اللي موجودة عندي. إيش عندنا أوبشنز ثاني كمان غير الدي سي موتور؟ طبعا في عندنا سيبريتلي إكسايتد كمان في الدي سي موتور وسيريز فيلد وأوبشنز ثانية، بس هدول تقريبا الأوبشنز الرئيسية. يا بختار دي سي موتور بيرمننت ماجنت او بالالكتروماجنتيك فيلد الكتروماجنت فيلد او برش تو برش اندكشن. بعدين عندنا اندكشن موتور وعندنا نوعين اساسيات من الاندكشن. طبعا اندكشن موتور اي سي ايش النوعين الاساسيات للاندكشن موتور؟ سكويرل كيج اندكشن موتور اللي هو شائع جدا استعماله، او واوند روتر اندكشن. اذا بشكل اساسي اندكشن موتورز ممكن يكون سكويرل كيج اندكشن موتور واوند روتر اندكشن موتور. سكويرل كيج يعني الروتر تبعه بيكون سكويرل زي سكويرل كيج اللي زي القفص، او واوند روتر اندكشن موتور بيطلع عندي 3 تيرمينلز من الروتر على سليب رينجز. انتوا في حد مش ماخذ ماشينز؟ في ناس مش ماخذين ماشينز مظبوط. بعدين عندنا في اوبشن كمان ممكن استخدم سينكرونس موتور، هذا طبعا كمان اي سي سينكرونس موتور اي سي. السينكرونس موتور كمان في منهم بيرمننت ماجنت او الكترو ماجنت. اللي اخذوا ماشينز اخذتوا السينكرونس موتور؟ لا، مين اللي بقول لا؟ يرفع ايده. في حد حكى لا؟ كل اللي اخذ ماشينز اخذتوا هاي الانواع، اخذتوا السينكرونس موتور، اندكشن موتور والدي سي موتور. هدول هم الثلاثة اللي بتغطوا كلاسيكلي في كورس الماشينز عادة. قبل اول شيء ترانسفورمرز، اخذتوا ترانسفورمرز، بعدين غطيتوا الثلاثة هدول دي سي موتور اندكشن موتور بهذا الترتيب ولا معكوس الترتيب؟ لا، الاندكشن اول شيء، اندكشن اول شيء قبل الترانسفورمرز. إذن هدول الكلاسيك اللي هم الثلاث الأساسيات الرئيسيات المحركات. هلا جديد صار عندنا النوع الرابع اللي هو إيش؟ ستيبر موتور 4. وهذا ستيبر موتور عادة ما بتغطوه في كورس المشين. أوكي. إذن ستيبر موتور وستيبر موتور زي ما شفنا في هذا الكورس ممكن يكون البيرمننت ماجنت اللي هو الروتر بيرمننت ماجنت روتر، او سوفت ايرون روتر. اوكي، ذا ستيبر موتور. ستيبر موتور وايش التطبيق الرئيسي اللي بنستخدمه عاده فيه؟ بوزيشنينج. لما بدي جود اكيوريت بوزيشنينج، احسن تطبيق او احسن ديفايس استخدمها هي ستيبر موتور. لكن بشكل عام هدول الثلاث محركات اللي هون عمال نحكي عن لارج باور ابلكيشنز، لارج هاي تورك هاي باور ابلكيشنز. الا حتى الدي سي، الدي سي بغطي كل الرينج، بغطي سمول ابلكيشنز ولارج ابلكيشنز، بس بشكل عام اذا بدي بيج ابلكيشنز لارج ابلكيشنز عاده رح استخدم اندكشن موتورز. ستيبر موتورز عاده الباور تبعتهم محدوده لكن بعطيني جود بوزيشننج اكيرسي. هلا راح اعمل مقارنه بين كل المحركات هدول. والنوع الخامس سيرفو السيرفو موتور. هلا السيرفو موتور هو فعليا مش محرك جديد، مش نوع جديد، يعني هذا مبدا مختلف وهذا مبدا مختلف وهذا مبدا مختلف وهذا مبدا مختلف. السيرفو موتور مش مبدا مختلف، هو فعليا جبت دي سي موتور او اي سي موتور، واللي سالني انه اي سي سيرفو في اي سي سيرفو، انا ما كنت يعني في اي سي سيرفو، لكن مش شائعين زي الدي سي سيرفو. معظم اللي بتشتروهم الصغار هدول دي سي سيرفو. السيرفو موتور هو عباره اخذت يا اما
اي سي موتور او دي سي موتور حطيناهم في كنترولر, حطينا لهم كنترولر, حطينا لهم فيدباك وجيرنج ونحطوا كلهم في جهاز واحد, وهو عباره عن دي سي او اي سي موتور وذ انترنال فيدباك كنترولر وحتى جيرنج. اوكي, اذا هذا الاختلاف, هذول هم الاوبشنز الخمسه الاساسيه. اذا بدي استعمل روتري الكتروماجنتيك, روتري الكتروماجنتيك موتورز, عندي الخمس اوبشنز اللي موجوده هون, بستخدم واحد من هذول الخمسه.